مشاهدينا، هذه هي الجولة التي نمر فيها على بعض الموضوعات التي اهتم بها رواد مواقع التواصل. اندلعت مشادات بين لاعبي نادي الكويت والسالمية عقب المباراة التي جمعتهما في دوري زين، وانتهت بالتعادل بهدفين لكل من الفريقين. وبعد تقدم نادي الكويت 2-0 عادل السالمية النتيجة في غضون دقائق، واعترض لاعبو الكويت على ضربة الجزاء التي منحها الحكم للسالمية في الدقيقة 92. يظهر هذا الفيديو تهديد عنصري أمن لبناني لطلاب دراسات عليا عراقيين بقطعة حديدية، وتعرض بعضهم للضرب وذلك أثناء مراجعتهم وزارة التربية لمعادلة شهادة البكالوريا. العراقيون استهجنوا أسلوب التعامل مع أبناء بلدهم. بالمقابل قال المدير العام لوزارة التربية اللبنانية إن الإشكال بدأ بين الطلاب أنفسهم عندما تجمعوا باكرا على خلفية أسبقية الدخول، فحصل تدافع فيما بينهم. ضرب زلزال بقوة 4.8 درجات ولاية قيصري وسط تركيا. ذكرت رئاسة إدارة الكوارث والطوارئ التركية أن الزلزال وقع على عمق 7 كيلومترات. لم ترد أنباء عن وقوع إصابات أو أضرار مادية في المنطقة.